انا طبعا نتكلم هنا من ضواحي مدينه طرابلس، ونحب نطمن اخوتنا الليبيين في كل مكان. اليوم الظهر مرينا على منطقه العزيزيه المجاهده، والتقينا بالشباب غادي واخوتنا في بوشفانا، والتقيت بيجونا حتى مجموعه من النواحي الاربعه، ولفينا في ضواحي هذه المناطق الملاصقه والمجاوره لمدينه طرابلس. والناس اليوم شفناها الحمد لله امنياتها مرتفعه، وجوني حتى شباب من داخل المدينه من الاحياء الداخليه في بوسنين وفي الهضبه، التقيت بهم وطمنوني على الاوضاع في الداخل. فنحب نطمن الناس ان احنا موجودين وجاهدين قريب وامورنا تمام، والمقاومه مستمره والنصر قريب. واليوم حتى ايضا اخوتنا ورفلة في بني وليد جتني اخبار ان اليوم داروا اجتماع كبير وقرروا فيه الرد على رسائل التهديد اللي جتهم من حسابات الزردان انهم يا اما تسلموا والا سيتم اقتحام مدينه بني وليد. فاليوم داروا اجتماع كبير واخذوا قرار بالاجماع، قال لهم طز فيكم وطز في الناس اللي وراكم، احنا هذه بلادنا نعيش فيها ونموت فيها، وورفلة ما يعيش لا خايفه منكم ولا من ارباعكم، ومستمرين في المقاومه والحرب حتى النصر. على الرغم انهم بعد هذا القرار طبعا خذوه رب من الناس، وللاسف الناس ضرب كم بيت في داخل المدينه وماتوا في عائلات بالكامل تم ردمها داخل المدينه، ولكن هم دفنوا شهدائهم وزادهم هذا الا اصرار. طبعا بالنسبه لفزان، هذه فزان متلاحمه كلها بكل قبائلها المختلفه ورا القائد، وايضا كان عندهم اليوم اجتماعات مهمه سمعت بها، وكان القرار نفس القرار، لا في حد يسلم ولا اصلا حد خايف اصلا من الموضوع هذا. وقالوا احنا حتى جدودنا هم حاربنا حتى الطليان لما كنا حفاية عرايا يوم اليوم. واما فيما يخص بالنسبه للتهديدات في مدينه سرت، نقول لهم تفضلوا ادخلوا مدينه سرت وتو تشوفوا سرت تحسبوها انتم دخول لها لجنه بحريه، هذه راهو الهيهات. هذه سرت فيها اكثر من 20,000 شاب مسلح، وعندهم مسلحين ومتخنطين وجاهزين، وبالعكس احنا قواتنا احنا فايتين سرت بمراحل، احنا في العجيبه الشرقيه نحقق انتصارات وفي تقدم، وهم يتكلمون بعتذر سرت. هذا كله حمله اعلاميه لتضليل الراي العام واخلاق الربكه، وبالتالي نطمن الناس وانا احنا صامدين والقياده بخير والقائد بخير ومبسوطين، نشرب في الشاهي والقهوه وقاعدين في بلادنا مع اهلنا ونقاتلوا ونجاهدوا. ولكن ايضا هناك رساله اخرى لكل اخواننا في طبرق وفي البيضه وفي بلغازي وفي المرج وفي الميتم وفي طرابلس، في كل اماكن نزيه في الفلات، نقول على الجميع يتحرك الان، على الجميع ان يتحرك الان. اي ما تحصل فرصه في عصابات الجردان ما تردش، تلقى بوابه تهاجمها، تلقى موقع تهاجمه، تلقى جرد تهاجمه، لابد من استنزافهم ليل ونهار حتى تتطهر هذه البلاد من هذه العصابات. وخونا للجميع للكل، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، كل ليبي هو معمر الجزافي، كل ليبي هو سيف الاسلام، كل ليبي هو خميس معمر، كل ما قاده وين ما تلقى العدو اضربه، والعدو راه ضعيف وراهم تكبدوا خسائر كبيره جدا 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 جدا، وراهم الان يلعبوا بجراحهم. واما فيما يخص ايضا باب العزيزيه، نقول للبجيرين الكذابين، باب العزيزيه هذا معسكر تم مسحه من الارض، ضربوه باكثر من 64 غاره جويه على مدار 7 شهور. وفيش طوبه يطلبوا فيه، وهذا معسكر مفتوح للجماهير والناس، وتم سحب كل الجنود والمظاهر العسكريه باعتباره يتعرض لغارات شبه يوميه. الدخول لي والخروج منه لا يعني اي شيء، لان هذا كل يوم في حفلات وفنانين وجماهير وناس وخيم واحد، واصلا هو دمر بالكامل وسحب منه كل اي مظاهر عسكريه لانه ارض القصف. لكن الناس تحاول دائما هذه العصابات انها تثير البلبله والخوف والارباك وتربك الناس.
انا نقول انا نقول الناس ما تخافوش، اموركم تمام وجيشكم تمام ومخازن السلاح تمام والقبائل كلها متلاحمه وكل القبائل اللي وجهوا لها انذارات ومدن كلها سمعتم في كرهونه في الخماس في بالوليد في سلات في فلجان كل المواقع بور شفان النواحي الاربعه الصيعان النوايل العجولات كل القبائل اتصلت بها وقالوا لي راهو جتنا انذارات وتهديد قالوا لنا يتسلموا من الحكم وقالوا الرد كل جماعي واتفقنا عليه اللي هو طل فيكم هذه بلادنا ويتلوش فيها وتنقاتل حتى اخر طلقه فانطمن الناس الامور تمام والناس القريب ان شاء الله وهذه بلادنا وهم اللي بيرحلوا هم والمطلق الثانيين والناس الصغيره يرحل والفرنسيين الصغيره يرحلوا وافضل دليل على ذلك ان احنا هذه الركل بتاع الخونه والعصابات لما تم تدميره في طريق الشمس في طرابلس وسكان طرابلس يعرفوا هذه القصه وجدنا فيها كلهم مرتزقه اجانب حتى مش عرب اصلا جيناهم اجانب معهم فهذول الطاقم المرتزقه يجيبهم من كل حال العالم وجايبين انجليز وقوات انجليزيه هم اعلنوا عنها وقوات مش عارف منهم وطليان وفرنسيس والمرتزقه عمرهم ما يعرفوا الحرب لانهم يقاتلوا لاجل المال وفي ارض غير ارضهم اما احنا نقاتل اجل ليبيا وقاتل مزاجها الشعب الليبي وفي ارضنا فبالتالي سمح لهم انتصروا ونطمن الناس راهي وكل القياده بخير والمتنقل وحتى بعض الاخوان اللي عملوا تصريحات في الاذاعه راهم اتصلوا بي لاحقا وراهم تم القبض على بناتهم وزوجاتهم واولادهم وهربوهم يا انت تقول كذا وكذا والا راني احنا نفكر عيلتك اضطر كثير من الاخوان ان تحت التهديد ان يفرح ولكن هذا راهو لا يعني ولا شيء لان الناس مساكين قبضوا على واحدين موظفين في الدوله او بعض القيادات لقوهم في مزارعهم في بيوتهم فجاه الصبح لقوا عصابات نزلت عليهم وقبضوا عليهم رهائن وقالوا له يا يعني لقيت بناتك ولادك يا تقول فهو مضطر يقول فهذا ايضا احد الحيل بتاع العصابات اللي ما عندها اخلاق اصلا نحب ان 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 نوضحها للليبيين ليش ما الناس ما تتاثرش بعض التصريحات هنا وهناك. اما فيما يخص لحلف الناس والغرب نقول لهم انتم اغبى حلف في العالم وانتم ناس مغفلين. انتم الان الحمد لله حتى اللي الان مسؤول على العمليات في طرابلس وعين نفسه الان مش عارف شو نقول له مهزل حاكم عسكري في طرابلس هذا شخص مش كان في القاعده وانتم قبضتوا عليه الشيء ايه وسلمتوه لليبيا وارهابي دولة المطلوب واحنا عفينا عنا اهو الان هو وزملائه الارهابيين هم يقودوا الان في العمليات فانتم يا مغفلين انتم الان تدعموا في هذه الافاعي وان شاء الله نترد عليكم من جديد لانكم كنتم فعلا مغفلين وانتم فعلا حلف ساذج ومغفل وتدعموا في الطرف وستندموا على هذا ندم كبير جدا. على كل حال في نهايه هذه المراسله بنحب نطمنكم وباش ناكد للناس ناكد للناس ان هذا كلام صحيح اليوم لما تحركت لورشفان او جد العزيزيه ولا كان واحد اربعه حتى الجردان ما عندهمش بوابات ومختفين وهاربين وخايفين وكانوا يقولون هيك بوابات وتفتيش وارهاب وسرقه ونهب للناس كلها خايفه وهارده واليوم مريت على مناطق وجده في ولاحه طرابلس ما فيهاش اي مظاهر من اعتراض الجردان فنقول للناس اطلعوا ما تخافوش ابدوا المقاومه كل ما تلقى عدو واجهه استنزاف ليل ونهار ليل ونهار جماعه مسلم الهضبه بقيه شهداء سيدي عبد الجليل 2 مارس وغيرهم من الاحياء الشعبيه المسلحين نظموا ارواحكم وابدوا بالمقاومه واحنا جايين قريبا الى الساحه الخضراء لتحرير ان شاء الله وامورنا تمام والنصر او الاستشهاد والله اكبر شكرا.